هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم الحصاد. في الحصاد الليله عندنا فقرات حواريه هنتكلم فيها عن موضوعات مهمه جدا بالنسبه لنا كمصريين. في الاونه الاخيره كلنا كنا بنتكلم عن موضوع رفع اسعار الادويه، طبعا بعد تعويم الجنيه، يعني طلبت شركات الادويه برفع الاسعار علشان تقدر توفي بمتطلباتها سواء من الادويه المستورده او الادويه المنتجه محليا بعد زياده اسعار المواد الفعاله نتيجه لزياده الدولار امام الجنيه. وزاره الصحه كانت في الاول ممتنعه عن رفع الاسعار، وبعدين يعني نتيجه للمفاوضات اقرت بزياده 3000 نوع من 12000 نوع كما قالت وزارة الصحة في تصريحاتها الرسمية، لكن يبدو أن تطبيق القرار بيواجه كثير من العقبات وكثير من المشكلات. هنحاول النهاردة يعني نرصد هذه المشكلة ما لها وما عليها حول هذا القرار، وحيشرفنا إن شاء الله في هذه الفقرة للحديث عنها دكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد. كمان هنتكلم في فقرة تانية عن تحلية المياه. احنا عندنا مصادر كتير للمية سواء المياه الأمطار أو المياه الجوفية أو نهر النيل، لكن كلها لا تفي باحتياجاتنا المائية، وإحنا بالفعل بنعاني من فقر بل شح مائي. ده دفع بمركز بحوث الصحراء للتفكير في طرق جديدة ومنها تحلية المياه علشان نقدر نحصل على مياه نقية نزرع بيها الصحراء. هنتكلم عن هذه الجزئية مع دكتور حسام شوقي الباحث بمركز بحوث الصحراء. أما الآن فهترك حضراتكم مع نشرتنا المصورة، نعود بعدها لمتابعة أنبائنا اليومية بالتفصيل، فابقوا معنا إن شاء الله. رسالة من الرئيس السيسي لملك البحرين ينقلها سامح شكري. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه مساء اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة ناقلا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وذكر المتحدث باسم الخارجية أنه من المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، مشيرا إلى العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين. خفض الجمارك والضرائب على السكر والأرز المستورد بنسبة 30%. كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من قصب السكر والقمح والأرز والشعير والذرة، وخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة من السكر والأرز بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها واستيراد كميات من السلع الأساسية وتكوين رصيد استراتيجي يكفي لمدة 6 شهور وبيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل. الطيب يؤكد عدم وجود أي أزهري بين قادة الإرهاب في العالم. أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم
أن مناهج الأزهر التي تربى عليها كبار علمائه لا تعرف إلا التسامح والاعتدال، بدليل أن قادة الإرهاب لم يكن من بينهم أزهري واحد. وقال الطيب في بيان صحفي عقب استقباله السفير بولي فولي سفير أستراليا المعني بمكافحة الإرهاب والسفير نيل هوكنز سفير أستراليا بالقاهرة، إن الأزهر الشريف مؤسسة تعنى بنشر الفكر الوسطي وتعلم صحيح الدين الإسلامي، وتنفتح على كافة المؤسسات الدينية في العالم للتأكيد على أن هدف الأديان هو السلام. مصر تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة. أعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن مصر ستطلق أوائل شهر مارس القادم استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية بما في ذلك الشرائح الأكثر فقراً، فضلاً عن مراعاة العدالة الجغرافية للخروج بأفكار كثيرة وتقدم في مجالات مختلفة لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في تحقيق الاستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية المستدامة حتى عام 2030. عودة لحضراتكم من جديد ومتابعة لآخر الأنباء على الساحة المصرية، ونبدأها من قرارات الرئيس السيسي اللي وجه بالبدء في بناء مدينتين جديدتين بصعيد مصر. قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببناء مدينتين جديدتين في صعيد مصر هما هضبة أسيوط وغرب قنا. وأضاف عباس في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن هناك توجه حكومي لزيادة نسبة الإعمار والتوسع في إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب معدلات الزيادة السكانية، موضحا أن هذه التوسعات ستتم بالتعاون مع المستثمرين وفتح مجالات الاستثمار العقاري. وقال مساعد وزير الإسكان سيتم طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تتيح للمستثمر الحصول على أراضي لبناء عمارات بداية من 3 أدوار وحتى 30 دورا وفقا لما يحتاجه المستثمر، مشيرا إلى أن الأسعار التي يتم طرحها لتنفيذ المشروعات العقارية داخل مصر جاذبة للمستثمرين خاصة الخليجيين، وسيكون هناك أولوية للدفع بالدولار. طبعا يعني احنا يعني بنثمن جدا موضوع أن يكون في مشروعات في الصعيد، وهنعرف أكتر عن هذا المشروع من الأستاذ حسام فودة مستشار نائب وزير الإسكان الأسبق. أهلا بحضرتك أستاذ حسام. أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا. الاتجاه للصعيد ده شيء طبعا جيد ومطلوب جدا، لأنه الصعيد كان بيشعر أنه محروم من التنمية لفترات طويلة جدا، سواء على مستوى الخدمات صرف صحي مياه شرب أو حتى على مستوى الإسكان. رأي حضرتك يعني في هذا الاتجاه والبداية من أسيوط وقنا؟ وعليك أساساً مفيش حد فكر في الصعيد، احنا بقى لنا 60 سنة مفيش حد فكر في الصعيد. أو أعتقد من يوم ما بنينا السد العالي الصعيد بينام نفسه بنفسه، الصعيد مش واخد نفس الاهتمام بتاع العواصم اللي موجودة، جيزة، قاهرة، اليوغية، وعواصم الوجه البحري. وأعتقد إن دي توجهات للسيد الرئيس، وده مش كلام في الهواء، دي حقيقة. النهارده في إسكان اجتماعي بيتعمل، ومدن جديدة اتفتحت، في آلاف من الشقق موجودة، في أسعار للإسكان نزلت حتى في أسعار الإيجارات نزلت في مصر، لأن لما المعروض كتر الأسعار يعني قلت. النهارده الصعيد بقى كمان بياخد بقى الاهتمام، يعني الصعيد محتاج تنمية، محتاج شغل، محتاج مصانع، محتاج عمل، لان برضو كل الشباب يعني الصعايده اعتقد ان هم برضو مظلومين في الحته دي. كابتن الرئيس بيوجه النهارده كل مؤسسات الدوله ومنها وزاره الاسكان لعمل مدينتين في هنا وفي اسيوط، ده طبعا بالتوازي مع الشغل اللي موجود النهارده في العشوائيات وفي القاهره الجديده وفي العاصمه الاداريه، يعني في طفره كبيره قوي تدي امل للناس كلها، مش في بحري بس، لا كمان في ابلي، ان توجهات القياده السياسيه ان هو البناء والاهتمام بالمواطن ايا كان مكانه وايا كان موقعه وايا كان ديانته. احنا النهارده شايفين في شغل على الارض في كل مكان، شغل في انفاق،
في قناه السويس، في سياده الرئيس النهارده مش سايب مكان في مصر الا لما بيوجه فيه عشان خاطر البنيه الاساسيه الاقتصاديه كانت مهمله بقى لها فتره كبيره. وده جميل طبعا ان احنا يعني نراعي الصعيد اللي حضرتك قلت ان هو فعلا مهمل بقى له فتره طويله جدا. فيما يتعلق بالجزء الثاني من الخبر وهو الحديث عن العاصمه الاداريه الجديده والمطورين العقاريين وغيره، حضرتك شايف ان هيبقى في اقبال على الشراء في العاصمه الاداريه الجديده، خاصه بعد ما سمعنا مثلا ان اثرياء المصريين اشتروا بما يقرب من 13 مليار دولار عقارات بدبي، فيعني يعني لماذا لم يبادروا مثلا بالشراء في العاصمه الاداريه؟ ده سؤال يعني بيطرح، اذا كانت العاصمه الاداريه جاذبه للخليجيين فلماذا لا تجذب المصريين من الاغنياء؟ اتفضل. ما انا احنا مصر، احنا المصريين بنقعد نتفرج الاول على الحاجه، يعني احنا مش من النوع اللي هو بيروح يشتري الحاجه مره واحده، لا بيقعد يتفرج. لو انت شفت مثلا اي مكان في القاهره ومثلا واحد اشترى فيه شقه مثلا ب 200 جنيه، خدت بال حضرتك اللي قاعد بيتفرج هو هيبيعها بعد شهر ولا شهرين بكام؟ معايا يا ستي؟ عايز يشوف ايه؟ عايز يشوف وهي بتكبر قدامه، عايز يشوف نموذج. خدت بال سيادتك؟ وانت اساسا وانس انها اتفتحت هتلاقي الاقبال لوحده غصب عنهم، لان انت كده كده انت هتنقلي، يعني في حاجات كتير قوي هتنقل العاصمه الاداريه. ما هتفرغي القاهره منين؟ هتفرغي القاهره ازاي؟ وبعدين هو القصه كلها ان هو عايز يشوف البني ادم موجود في المكان ده عشان يقول اه من المكان اشتغل. انا بتكلم على المصريين، يعني راس المال المصري جبان بطبعه، يعني بينتظر والله مشوف. يا فندم هو راس المال المصري جبان. وعايز اقول لحضرتك دي حقيقه طبعا، والكلام ده بنشوفه في بعض المستثمرين، مش في كل مكان. في مستثمرين جادين وبيحبوا البلد، وبالمناسبه في مستثمرين اخر اماكن، يعني احنا مش عايزين نقول ان يعني صح يعني عدد قليل، ولكن دي بدايه. خلي بال حضرتك، انا بقول احنا كلنا شعب بنحب نترقب ونتفرج قدامنا لما بنلاقي حاجه تنمو بنجري عليها. نتمنى ان شاء الله انه يعني يكون في خير بالنسبه لنا في الاونه الاتيه، لكن لا شك طبعا ان مشروعات الاسكان الاجتماعي اللي الدوله مهتمه بيها بتحل مشكله كبيره. بشكر حضرتك استاذ حسام فوده مستشار نائب وزير الاسكان الاسبق. ونروح للتضامن ومحاوله اخرى من الدوله للوقوف الى جانب يعني محدود الدخل ومعدوم الدخل في مصر، خاصة بعد انفلات الأسعار الكبير. فالتضامن بتقول في صرف دعم نقدي تكافل وكرامة ل 485 ألف مستفيد. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن 484,981 شخصا استفادوا خلال اليومين الماضيين من الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بإجمالي 233 مليون جنيه. وما زالت عمليات الصرف مستمرة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 1,270,000 أسرة. وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار مراعاة الفئة الفقيرة، وأنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف معاشات تكافل وكرامة كل شهر بدلا من كل 3 أشهر، وذلك بداية من يوم 15 يناير الجاري لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا. وأكدت غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قيمة الدعم النقدي لكل أسرة يبلغ 325 جنيها شهريا، ويتم إضافة لهذه القيمة احتساب 60 جنيها للتلميذ بالمرحلة الابتدائية و80 جنيها للتلميذ بالمرحلة الإعدادية و100 جنيه للطالب بالمرحلة الثانوية وبحد أقصى 3 أبناء في الأسرة، موضحة أنه لا توجد زيادة في القيمة المادية للبرنامج في آلية تطبيقه كل شهر. وأضافت أن الدعم النقدي للمسنين فوق 65 من الأعمار وذوي الإعاقة من غير القادرين على العمل كرامة يصرف شهريا بقيمة 350 جنيه للفرد، موضحة أنه استحقاق فردي وبحد أقصى 3 أفراد في الأسرة الواحدة. معنى كده أن كل أسرة لو فيها أكتر من فرد عاجز عن العمل أو عنده إعاقة أو فوق 65 في أسرة واحدة ممكن يصرف لكل واحد في الأسرة هذا الرقم، لأنه رقم في حد ذاته زهيد جدا، لكن لما يناله أكتر من حد في الأسرة ربما يعني يسهم في أي شيء، وزي ما بنقول نوايا تسند الزير في مصر. نروح لوزارة الزراعة ومحاولات دائمة من وزير الزراعة للالتقاء بنظرائه في كل البلدان لتوسيع دائرة التعاون والاستفادة من الخبرات. وزير الزراعة يلتقي نظيره الأوغندي لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا في جميع المجالات، لا سيما في المجال الزراعي، معربا عن تطلعه لزيادة هذا التعاون وتوطيده خلال الفترة المقبلة. أكد الوزير في بيان صحفي اليوم أهمية العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا في كافة المجالات، لا سيما في المجال الزراعي، معربا عن تطلعه لزيادة هذا التعاون وتوطيده خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماعه ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي سنجيبا فينسنت بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين لبحث سبل التعاون وزيادة فرص الاستثمار الزراعي بين البلدين. وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنه تمت مناقشة سبل التعاون بين البلدين لزيادة حركة الصادرات والواردات بين البلدين لمحاصيل الفاكهة، فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية، وفضلا عن مجال التصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بهذا المجال. وأشار إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص من البلدين في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتشجيع الاستثمارات وإتاحة الفرصة لهم لإقامة المشروعات والصناعات الغذائية، مما يساهم في توفير فرص العمل وتأمين الغذاء للشعبين. حول هذا الخبر أعد البرنامج تقريرا نشاهده سويا ثم نعود لاستكمال أخبارنا، فابقوا معنا. نوافذ تصديريات وتصنيعيات جديدة تفتحها وزارة الزراعة مع كل دول العالم. إفريقيا هي البوابة الرئيس لهذه النوافذ، وعلى رأسها أوغندا، حيث بحث الوزيران سبل الاستفادة من الثروات والإمكانات المتاحة لكلا البلدين. الهدف هو التنمية الزراعية المستدامة وتوفير المنتجات الجيدة لشعبنا والمواطنين بتوعنا. الحقيقة أوجه التعاون واعدة مع أوغندا ومع الدول الأفريقية بصفة عامة. القطاع الخاص لم يكن ببعيد عن مباحثات الوزيرين للاستفادة منه في تحقيق الأمن الغذائي، والذي أصبح يشكل محور اهتمام العالم ومصر. نحن حريصون على التوسع في حجم العلاقات الزراعية مع مصر والاستفادة من خبرتها في رفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية، فضلا عن تفعيل التعاون المشترك في مجال التصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص الاستثمار في بلادنا. رؤية مستقبلية تضعها وزارة الزراعة للتعاون المشترك مع الجانب الأوغندي من خلال إنشاء مزرعة نموذجية ومجزر آلي وزراعة آلاف الأفدنة لسد الفجوة الغذائية. تكلمنا النهاردة الحقيقة على تبادل الخبرة وإن احنا نعمل لهم تدريب في مجالات الزراعية المختلفة. تكلمنا برضو على إنشاء وإقامة مزرعة للإنتاج الحيواني. الحقيقة من فترة قريبة في مجزر آلي تم افتتاحه هناك، وممكن جدا الماشية اللي بتبقى تتربى في هذه المزرعة وعن طريق هذا المجزر وتيجي اللحوم مجملة ومبردة إلى جمهورية مصر العربية، ويتم تصدير الفائض برضو من هذه المزرعة. تحقيق التحول الزراعي في إفريقيا أمر هام للقارة السمراء ليكود أجندة التحول الزراعي ويساهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية في إفريقيا. عودة لحضراتكم مرة أخرى، وبنتكلم في هذا الخبر عن نهر النيل اللي كان المصري القديم دايما بيقول أنه لما يرجع إلى الله ويحاسب هيسأله عن نهر النيل، وهيقول له أنه ولم يلوث نهر النيل، ودي شهادة يعتز بها أمام الرب في حالة رجوع إليه. هنشوف زراعة البرلمان بتعمل إيه بالنسبة لحماية النيل. زراعة البرلمان تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون حماية النيل لدراسته. قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لإتاحة الفرصة كاملة للجهات المخاطبة بهذا القانون لدراسته جيدا، على أن يتم تحديد موعد لمناقشته بالتفصيل فيما بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجان الزراعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب يحيى كدواني وعدد 65 نائبا آخرا بشأن تعديل قانون رقم 47 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الري والصحة والمالية والإسكان وبرئاسة السيد حسن وكيل لجنة الزراعة. عاوزين نعرف أكتر عن مشروع قانون حماية النيل، ويعني إزاي بنوده ممكن توفر هذا القدر من الحماية. لذلك معنا على الهاتف أستاذ متولي سالم، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ متولي. أهلا بحضرتك أستاذ مهلا. حماية النيل طبعا واجب علينا كلنا كمصريين، لكن إزاي مشروع القانون الجديد لحماية النيل بيوفر ده، أو أهم البنود اللي طرحها القانون علشان نحمي النيل؟ هو طبعا بالنسبه لقانون حمايه نهر النيل الجديد، هو بيختزل كل الصلاحيات لدى وزاره الري، لان الوضع الحالي في ظل القوانين الحاليه بيخلي المسؤوليه عن التلوث يبقى مكافحتها من جانب وزاره البيئه، والجزء الخاص بمشاكل الجفاف والعطش وتوفير الموارد المائيه دي مسؤوليه وزاره الري. وبيخلي الجزر النيليه والاراضي طرح النهر تتبع وزاره الزراعه، وجزء الخاص بالنقل النهري يتبع وزارة النقل. طبعا هم عاوزين يوحدوا جهات الاختصاص، هناك جهة واحدة وقانون موحد لنهر النيل يختص بحماية نهر النيل من التعديات ومنع التلوث، سواء كان بالردم أو بأشكال التلوث الأخرى اللي هي بتيجي عن طريق الصرف الصحي أو مخلفات المركبات النيلية أو السفن أو العائمات اللي موجودة على نهر النيل. هل يعني تأجيل القانون ده راجع مثلا لتوفير الاعتمادات اللازمة لعمل يعني هذا المشروع الكبير، لأن عشان يعني نغير طريقة الصرف الصحي من النيل أو نعالج الصرف من المصانع ده محتاج يعني قدرات مالية، فهل كان لابد من تأجيله علشان لما يجي ونفذ يعني يكون حاجة واقعية مش مجرد قانون على ورق؟ هو المشكلة أن وزارة الري هي أساسا هي اللي تدعم القانون الجديد، وطبعا للاسف هناك بعض الجهات اللي هو طبعا القانون ده يشكل تهديد لمصالحها. فطبعا هم لازم ايه يقول لك ايه زي ما بيقولوا بيضربوا مسمار في او مفك في ايه في فيشه الكهرباء. معنى كده ان هو عاوزين ياجلوا المشروع القانون ده الى اجل غير مسمى، وطبعا ده يشكل ظاهره يعني او سابقه خطيره بالنسبه لحمايه نهر النيل، لان المفروض القانون ده اصلا كان المفروض اقراره قبل 25 يناير، ولكن بعد 25 يناير والفوضى اللي حصلت في البلاد والاضطراب السياسي على مدار اكثر من 5 سنوات، احنا المفروض ندفع في اتجاه ان القانون ده يصدر بسرعه لحمايه ما تبقى من نهر النيل، ولا سيما ان هناك اكثر من 50,000 حاله تعدى على نهر النيل خلال 5 سنوات، وعندنا في 30,000 حاله تعدي في خلال السنتين الاخيرتين. معنى كده ان احنا لابد ان يكون هناك خطه عاجله للاسراع باقرار القانون من مجلس النواب او تدخل رئاسي، لازم الموضوع نسرع به، لان ده في ظل طبعا اقامه سد النهضه معنى كده ان احنا لازم نحمي ما تبقى لنا من موارد مائيه. معنى كده ان لابد ان نحدد استخدامات وكفاءه استخدام الموارد المائيه، اللي احنا عندنا مشكله كبيره جدا وهي زياده معدلات التلوث في المجاري المائيه ونهر النيل. عندنا اكثر من 14 مليار متر مكعب يعاد تدويره سنويا. الصعوبة الأساسية اللي بتواجه إعادة تدوير المية ده كله بسبب ارتفاع معدلات التلوث، وده اللي انعكس أصلا في صورة القرارات اللي اتخذها في بعض الأحيان الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو السودان أو عدد من دول الخليج، اللي هو بيقولوا إن المصريين بيرووا المنتجات الزراعية الخاصة بالتصدير على المية المجاري، وطبعا ده غير صحيح. بس في جزء لازم نعترف به إن هناك فرق بين مواصفات الغذاء على المستوى المحلي أو مواصفات المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها للخارج. معنى كده إن المواصفة تبدأ بالاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على الموارد المائية من التلوث، لأن ده حماية لصحة المصريين دي من ناحية، وتشجيع لزيادة الصادرات الزراعية المصرية. لكن أنت عارفي إن أحد أسباب الحد من التوسع في الصادرات الزراعية من الدلتا ووادي النيل هو ارتفاع الملوثات الموجودة في المجاري المائية، وده اللي خلى وزاره الزراعه تتبنى نظام جديد اللي هو تطبيق الممارسات الجيده في الزراعه عن طريق البعد عن الاماكن التلوث واقامه مشروعات من شانها الحد من تاثير الملوثات وصولها للاراضي الزراعيه. يعني معنى كده ان لازم لجنه الزراعه تحاول الضغط في الايام اللي جايه بكل قوتها، يعني
لطرح هذا المشروع. ده المفروض هي لجنه الزراعه المفروض هي باعتبار هم نواب الشعب. المفروض بقى انا ما اعرفش، انا طبعا انا بندهش اصلا من موقف لجنه الزراعه والري. المفروض هي تسرع باقرار القانون او اعتماده والبدء في تنفيذه، وطبعا ده كان مفاجاه ان كان الكل متوقع قرار قانون النيل، ولكن يبدو ان المصالح هي التي تحكم العلاقات المستقبليه على مستوى اداره نهر النيل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ متولي سالم مساعد رئيس تحرير المصر اليوم، وان شاء الله يعني مصلحه البلد ومصلحه نهر النيل هي اللي تتغلب على المصالح المتفرقه واهدرت دمها بين الجهات المختلفه. احنا مأساتنا في مصر ان كل شيء فيها بيدار من جهات مختلفه، لو وحدنا جهه الاداره يعني الموضوع هيختلف كتير، ده على مستوى الاقتصاد والاستثمار او على مستوى الاراضي اللي تابعه لاكثر من جهه، كل ده بيعمل لنا قلق كبير جدا. عاوزين يعني النيل يكون تابع لجهه واحده، ده شيء منطقي جدا، الاراضي تكون تابعه لجهه واحده، ده شيء منطقي. فنتمنى ان شاء الله لان النيل شريان حياه انه يحظى بالاهتمام من مجلس النواب. نروح للنقل، وبرضه في مشروعات جيده يعني من المزمع انها تطلق علشان سلامه المواطنين. حوادث الموت على اشارات السكه الحديد بتحصل كل يوم وكان لابد من التحرك. وزير النقل بيعلن عن 5.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروع كهرباء اشارات السكه الحديد. أكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل أنه تم رصد 5.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروع كهرباء إشارات السكة الحديد، موضحا أن المشروع تنفذه 3 شركات عالمية. وقال سعيد في بيان صحفي أن المشروع تشارك فيه شركات تاليس المسؤولة عن خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومترات وتكلفة 1710 مليون جنيه، كما تنفذه سيمنز التي تنفذه على خط بنها بورسعيد بطول 214 كيلومتر وتكلفة 1933 مليون جنيه، وإلستوم التي تنفذه على خط بني سويف أسيوط بطول 250 كيلومتر وتكلفة 1563 مليون جنيه. وقال وزير النقل إن المشروع يهدف إلى تحسين مستويات الأمان لحركة القطارات ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة، حيث يتم تزويد الخطوط بأحدث نظم الإشارات في العالم وتحسين مستويات أمان حركة المركبات على المزلقانات، بالإضافة إلى زيادة سعة الخطوط لمزيد من القطارات وتمكين الهيئة من رفع سرعة القطارات على الشبكة. وأوضح أن التكنولوجيا المطبقة هي أحدث تكنولوجيا لنظم الربط الإلكتروني والتي تحقق أعلى معدلات الأمان القياسية العالمية لكل من حركة القطارات على الخط وحركة المركبات على المزلقانات، لافتا أن المشروع يتضمن إنشاء مباني تحكم مركزي وأبراج رئيسية على طول الخطوط وأبراج ثانوية سوف يتم الانتهاء منها تباعا مع نهاية تنفيذ المشروع. إحنا في حاجة شديدة طبعا لهذا المشروع. معنا اتصال من الأستاذ خير راغب مسؤول ملف النقل بالمصر اليوم. اهلا بحضرتك استاذ خير. اهلا وسهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. يعني الدكتور جلال سعيد لما كان محافظ القاهره استطاع ان هو يجمل وجه وسط البلد وعمل انجاز. دلوقتي احنا بنشتكي دايما من حركه السكه الحديد ومن الحوادث اللي بتحصل عليها، هل تتوقع ان المشروعات اللي بيتم الاعلان عنها النهارده دي ممكن تساهم في الحد من هذه الحوادث وفي تطوير السكه الحديد؟ هو بالفعل هو يمكن من اهم المشروعات اللي هي كانت سبب وتاخرت وتم البدء فيها في اواخر 2014 و15 بالتقريب، كان مشروع كهرباء الاشارات ده بقرض من البنك الدولي. ويمكن في شهر 12 اللي فات تم الاعلان والانتهاء من اول مرحله من المشروع، وكانت دي في اسكندريه في عرب الرمل. ويمكن تم يعني اخر مرحله في اسكندريه يمكن كهرباء بالكامل. ويعني عاوزين نحسب بس يعني ايه الخط مكهرب، هيبقى قريب من تشغيل المترو. يعني نقدر نشغل القطر يبقى المسافه بين القطر والتاني مثلا 10 دقائق ربع ساعه، ويبقى موجود على لوحه التحكم باين في القطر بلون من خلال شاشه كمبيوتر. بعكس دلوقتي بيبقى شغال بنظام معظم الخطوط في مصر عارفه حوالي 80% من الخطوط في مصر شغاله بالتليفون. القطر مر او ما مرش وفقا لحاله البرج المراد، لكن لما الكهرباء احنا بنشوف القطارات كلها على جهاز الكمبيوتر زي مترو الانفاق بالظبط. ودي اهميه المشروع، بنتكلم على اسكندريه تقدر تزود عدد الخطوط، عدد القطارات. تقدر لو قطر دخل في عطله السكه تحوله على المسار الثاني بدون اي مشاكل خوفا ان يكون في قطر جاي ومحدش بلغ او العامل نسي او العامل يعني حصل له ظرف ما فيحصل
نفس الحكايه ده في الصعيد في وادي الابلي في يمكن اخر نظام مقارب في وادي الابلي هي بني سويف. فحضرتك بتقول من 2014 للان تم فعلا الانتهاء من الخط الاول اللي هو بتاع اسكندريه. المرحله الاولى اسكندريه يمكن خلصوا في اسكندريه المرحله الاولى اللي هي عرب الرمل منطقه معرب الرمل تحت اسكندريه. وده بمنحه من البنك الدولي؟ ده قرض من البنك الدولي. من البنك الدولي. قرض ويمكن البنك الدولي يعني بعت اللي هو اشاده لمصر في 2016 حي فيها الموجود بتاعها في سرعه انجاز مشروع كهرباء الاشارات في التنفيذ يعني دي كانت صفقه كويسه. دلوقتي بقى احنا بادئين في الخط الثاني؟ لا هو احنا هنا الخط قصدي حضرتك الوجه الابلي يعني أيوة. الصعيد الوجه البحري خلاص يعتبر خلص اول جزء منه والجزء الثاني شغاله فيه الشركات اللي هي الشركه الثالث الفرنسيه وشركه وسيمنز الالمانيه دول شغالين لا ثالث الفرنسيه دي شغاله فيه في نفس الوقت بورسعيد برضه شغاله فيه شركه ثاني الوجه الابلي واخداه شركه فرنسيه برضه اللي هو من بني سويف لحد اسيوط يعني عندنا الخط سكه الحديد من القاهره لحد اسيوط لوحه تحكم مركزيه يعني واضح القطر فيها بيتحرك وعلى اللوحه من خلال شاشه التحكم حتى لو حصل اي عطله او اي مشكله تقدر تحت التحكم توقف القطر في المكان اللي هو موجود فيه. ده من المنتظر ان هو ياخد قد ايه علشان يتم انجازه يا استاذ خير؟ المفترض اسكندريه 2018 يعني هيكون انتهى اسيوط بني سويف اسيوط هم شغالين فيه ممكن اتوقع كده يعني لحسب 200 كيلو او اقل ممكن يخلص على 2019 يعني وقت المسافه كلها يعني. هل المشروع ده من شانه ان هو بقى يقلل نسب الحوادث طالما يعني كل شيء هيبقى كل تاكيد طبعا لان هنا خلاص العنصر البشري حضرتك ايه انتفى انتفى هيبقوا موجود على لوحه التحكم بس لازم هنا التدريب هو المهم في الكنترول حوالين القصه زي ده له علاقه طيب بالمزلقانات نفسها وتطويرها كمان المشروع ده ولا طبعا بتكلم مع حضرتك ان هنا يعني بتيجي يعني لوحه التحكم يعني بتعملي ابراج تحكم بتبقى 500 بالتقريبا حسب المطار 500 شمال و500 يمين على حسب الميزانات الموجوده بيتحكم فيها. يعني القطر بيعدي بيبقى عنده حرم امان انه مزلقاناته مقفوله اوتوماتيكي، فالعمليه مش محتاجه بقى انه عنصر بشري. مزلقانات صغيره، مزلقانات كبيره، كله ده هيدخل في المنظومه. ملوش علاقه. عشان دايما المشاكل اللي بتحصل عند المزلقانات الصغيره في النبوع والقرى ملهاش حل، طالما انت بتكهرب اشارات يبقى الخط كله بيتحكم بيقفل اوتوماتيكي. يا رب نتمنى ان ده يتم، ده هيبقى انجاز كبير جدا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ خير راغب مسؤول ملف النقل بالمصري اليوم، شكرا جزيلا ليك، ونتمنى ان شاء الله ان المشروع ده يتم ويشوف طريقه للنور، لانه يعني عدد القتلى في الحوادث في مصر اكبر بكتير من كل شهدائنا في الحروب. من الانجازات اللي بتتم كمان على ارض مصر دلوقتي مشروع فيروس سي اللي بنحاول من خلاله نعالج ملايين المصريين، عندنا ملايين المصريين بدون مبالغه مصابين بفيروس سي، هناك مسح كل فتره بيتم للكشف عن المصابين بفيروس سي، وحاليا بيجري مسح شامل للكشف عن المصابين بهذا الفيروس بتسعة محافظات. تبدأ وزارة الصحة والسكان الخميس المقبل مسح صحي شامل للكشف عن المصابين بفيروس سي في قرى تسعة محافظات بالصعيد هي أسوان، الأقصر، قنا، أسيوط، المنيا، بني سويف، الجيزة، الفيوم، وسوهاج. وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان في تصريحات خاصة لليوم السابع إنه سيتم علاج من يكتشف إصابتهم بالفيروس مجانا على نفقة الوزارة بمراكز علاج اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. وقال وزير الصحة إن الفحص الطبي الشامل للكشف عن المصابين بفيروس سي سيبدأ من الخميس المقبل بقرى تسعة محافظات بالصعيد، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الإصابة بالمرض في هذه المحافظات. يذكر أن عدد المرضى الذين قاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في الفترة من أكتوبر 2014 وحتى 2016 بلغ 1,542,154 مريضا. ربنا يشفي كل مريض طبعا، ونتمنى لهذا المشروع انه يستمر وينجح، لانه يعني لا بديل، المصريين اجبادهم كل يوم بتدمر نتيجه لهذا الفيروس. كلنا بنتابع يعني التطرف الفكري الفظيع لبعض الناس اللي تربوا على يد مشايخ مدعين
للأسف يعني صدقوهم وبدأوا يؤمنوا بأنهم لما يتخلصوا من إنسان بيرتكب ذنب في نظرهم بالقتل فده شيء يعني زي كده إقامة حدود الله وأنه ممكن ده يدخله الجنة وغيره. واخر حاجه شفناها الحادثه الاخيره اللي يعني متهم فيها بذبح صاحب محل خمور بالاسكندريه بيلاقي دلوقتي اولى جلساته. 4 فبراير اولى جلسات محاكمه المتهم بذبح صاحب محل خمور الاسكندريه. حددت محكمه استئناف الاسكندريه اليوم جلسه 4 فبراير المقبل لمحاكمه المتهم بذبح صاحب محل الخمور امام الدائره 16 بمحكمه جنايات الاسكندريه برئاسه المستشار مجدي نواره رئيس المحكمه. وكان المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف أمر بإحالة المتهم بقتل صاحب محمصة بالإسكندرية ذبحا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض ونسخ القضية لمحاكمته في واقعة أخرى بتهمة الشروع في قتل سائق ميكروباص. وتمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من ضبط عادل أبو النور سليمان 50 عام متهم بقتل المواطن يوسف لمعي ذبحا أثناء تواجده أمام محل عمله بمحمصة رويل بشارع خالد بن الوليد بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية. واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه عقد العزم وبيت النية لقتل المجني عليه انتقاما منه لقيامه ببيع الخمور وسابق تردده عليه منذ فترة وطلبه منه التوقف عن بيعها إلا أنه لم يستجب. واصطحب المستشار عمر سليم رئيس نيابة شرق الكلية المتهم إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة التصويرية والتي جاءت متوافقة مع ما أدلى به من أقوال حيث بيّن كيف أعد لجريمته سلاحا أبيض سكين أخفاه بين طياط ملابسه. إذن هنروح لآخر خبر معانا في فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم واللي بتكلمنا عن مشروع ترميم مهم جدا لكثير من أثارنا المصرية بمنح بنحاول الحصول عليها. طبعا العالم كله بيتعاطف مع أثارنا لأن هي آثار نادرة وكل الناس بتدرسها في مقرراتها الدراسية. مشروع مصري أمريكي لترميم وصيانة 600 تابوت خشبي بالمتحف المصري. أعلن المتحف المصري بالتحرير بدء العمل في مشروع توثيق وترميم وصيانة 600 تابوت خشبي من عصور مختلفة موجودة في بدروم المتحف والدور الثالث به، وذلك من خلال المنحة المقدمة من صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي. وأوضحت مدير عام المتحف صباح عبد الرازق في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن التوابيت الخشبية بالمتحف تتميز بالنقوش والزخارف الملونة وسيتم توثيقها وترميمها خلال الفترة القادمة، منوهة بأن المتحف المصري كان قد فاز بمنحة صندوق دعم سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي في ديسمبر 2015، وذلك بعد المسابقة العالمية التي أقيمت لاختيار المشروع الفائز. من جانبه أكد مدير عام الترميم بالمتحف مؤمن عثمان أن مشروع الترميم سيستغرق عامين، موضحا أن الجانب الأمريكي يساهم بالتمويل فقط في حين سيتولى فريق عمل من المرممين المصريين عملية الترميم، لافتا إلى أنه من المقرر تنظيم معرض أثري بالمتحف بعد إنهاء عملية الترميم لعرض تلك التوابيت على الجمهور. نتمنى أن يكون مشروع ناجح يثبت جدارة المرممين المصريين اللي تم تدريبهم في الآونة الأخيرة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لختام فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم. بعد الفاصل عندنا فقرات هنتكلم فيها عن تحلية المياه في مصر كضرورة الآن لأن عندنا فقر مائي وبالتالي محتاجين لكل مصدر مائي ممكن، حتى لو تحلية الماء دلوقتي بيتم بسعر عالي لكن لابد ان احنا نشرع فيه ونستمر فيه، ومع الوقت كل شيء يعني التكنولوجيا بتكون اكثر رخصا لما نقدر يعني ننتجها محليا. هيكون معانا دكتور حسام شوقي باحث بمركز بحوث الصحراء للحديث عن هذا الموضوع، وهنتكلم ايضا عن فقره الادويه وغلاء اسعار الادويه وما يترتب عليه في السوق المصري وردود فعل المستهلك واصحاب شركات الادويه والصيدليات. تابعونا بعد الفاصل باذن الله. هذا البرنامج برعايه